عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل تحت عنوان قراءة في المحور المجتمعي لمرشحي رئاسة الجمهورية. وأكد النائب محمد إسماعيل عضو التنسيقية ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن بناء الإنسان هو أحد أهم أولويات الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، مضيفا أن برنامج المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يملك رؤية اجتماعية وسياسية واقتصادية تجسدها رؤية مصر 2030. من جهته أكد حسين هريدي ممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أن البرنامج الانتخابي تم إعداده من خلال 80 باحثا، مما يؤكد حرص المرشح الرئاسي وتقديره لدور العلم والتعليم في مصر. وخلال ورشة العمل أكد عمرو عبد الباقي ممثل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة أكد أن إصلاح التعليم أحد أهم المقومات التي تتبلور عليها رؤية المحور المجتمعي لحزب الوفد وبالتالي الحملة الانتخابية. كما أكدت إيمان طلعت ممثلة حملة المرشح حازم عمر أن بناء رأس المال البشري هو أحد أهم أولويات البرنامج الانتخابي وركيزة رئيسية في الدفع قدما بمقدرات وتنمية الدولة.